السلام عليكم، معاكم المهندسة ولا مصطفى. أتمنى تكونوا جميعا بخير. درس النهاردة عن السنسورز أو اللي هي الحساسات أو المجسات. إزاي هنقدر نستخدم السنسورز دي في دوائر التحكم بتاعتنا؟ طيب، معانا مثال خزان مية. خزان المية ده دلوقتي بنستخدمه في ان احنا بنشيل فيه مية لوقت الحاجة بنستخدمها. طيب دلوقتي المفروض في بامب مثلا هي اللي بتملى الخزان ده. طب امتى البامب دي تبطل تملى الخزان؟ المفروض تبطل تملى لغاية ما يتملي على الاخر، يعني المفروض اول ما الخزان يتملي على الاخر البامب تقف. طيب ازاي البامب دي هتعرف انه الخزان اتملى؟ يعني لازم المفروض حاجه تقول لها. هتعرف لوحدها؟ لا طبعا مش هتعرف لوحدها، ففي المفروض حاجه تعرف ان الخزان اتملى، وهي دي السنسور. ده تطبيق بنستخدم فيه السنسورز، يكون سنسور موجود في الخزان من فوق عند مستوى اعلى مستوى انا عايز املى بيه الخزان. فاول ما الميه تلمس السنسور يروح السنسور ده يدي اشاره للموتور بتاع البمب انه يقف، وبكده نقدر نعرف السنسورز إن هي أداة استشعار بتحول المقادير الفيزيائية زي ملء المستوى ده اللي في مثال الخزان، حرارة، ضغط، ضوء، بتحوله المقادير كهربية جهد أو تيار يمكن التحكم من خلالها في دوائر التحكم. زي ما قلنا من شوية إن كده الخزان أول ما السنسور هيحس بإن المية وصلت له هيدي إشارة على طول إن البامب أو الموتور اللي بيملى الخزان ده يقف. طيب تعالوا نشوف أول نوع معانا في السنسورز، هو مفتاح نهاية الشوط أو الليمت سويتش. ده عبارة عن مفتاح عادي ليه نقاط تلامس، يعني بيبقى نورمالي كلوزد أو نورمالي أوبن. طيب أمال ليه اللي بيختلف عنه عن المفتاح العادي؟ المفتاح العادي ده اللي احنا على طول كنا بنستخدمه قبل كده بيتضغط عليه بالإيد، بوش بوتون سيليكتور، بنتحكم فيه بإيدينا. لكن الليمت سويتش ده بيتم بالضغط عليه ميكانيكيا، يعني مش بإيدينا، ميكانيكيا. طيب إزاي ميكانيكيا؟ دي هنشوفها في السلايد الجاية. فعند الضغط عليه ميكانيكيا بيغير السنسور ده وضعه، يعني إذا هو نورمالي كلوزد بيقلب ويبقى أوبن، وإذا هو نورمالي أوبن بيقلب ويبقى كلوزد. ده أول ما بيضغط عليه إيه؟ ميكانيكيا بتقلب نقاط التلامس دي وضعها. وهنا تطبيق معانا، فين بنستخدم تطبيق في المصنع؟ في مصنع ازاي بنستخدم الليمت سويتش؟ اهو الليمت سويتش معايا، وده سير بيمشي عليه الصندوق. انا عاوز الصندوق اول ما يلمس الليمت سويتش ده على طول السير اللي بيمشي عليه الصندوق ده يقف، فالصندوق يقف ويقدر نقدر نملاه مثلا بأسمنت أو أيا كان، نقدر نملاه بأي حاجة. وبكده أنا قدرت أستخدم الليمت سويتش في المصانع، والسنسورز طبعا أهم حاجة هي اللي بتشغل كل السيور اللي بتبقى في المصانع. تاني نوع معايا هي المجسات الاقترابية أو البروكسيميتي سنسور. دي بتشبه جدا في استخدامها مفتاح نهاية الشوط أو اللي هو الليمت سويتش اللي هو النوع اللي قبل ده. طيب أمال بيختلف عنه في إيه؟ هنا مش بيحتاج بقى ضغط ميكانيكي أو تلامس ميكانيكي زي هناك، لكن هنا بقى لمجرد إن في حمل بيقرب من منطقة الحساسية بتاعة السنسور على طول السنسور أو المجس بيغير وضع نقاط التلامس بتاعه. إذا نورمالي كلوزد بيقلب يبقى أوبن، وإذا نورمالي أوبن بيقلب ويبقى كلوزد. أهو هنا دي، ده الشعاع اللي طالع، هي دي الشعاع ده هو اللي لو أي حاجة قطعته هي دي منطقة الحساسية بتاعته، لو أي حاجة قطعته على طول بيقلب وضع نقاط التلامس بتاعته. وهو هنا ده تطبيق بيستخدم فيه الـ proximity sensor.
اهو هنا ده البروكسيميتي سنسور بيطلع شعاع، فاول ما بتيجي الازازه دي هنا وتقف، اول ما بتقرب منه هي ما لمستوش، بس لمجرد ان هي قطعت الشعاع بتاعه ده على طول هيدي السنسور ده اوردر ان الجهاز ده يروح يجي ياخد العلبه اهو، هيجي ياخدها ويحطها في الصندوق ده. وبكده انا قدرت استخدم السنسور في الصناعة، وبيسهل في كل حاجة. يعني صعب جدا يكون في دايرة تحكم من غير استخدام السنسورز في المصانع. تالت نوع معانا هو المجسات الكهروضوئية او الفوتو الكتريك سنسور. ده مجس بيتكون من جزئين، مرسل ومستقبل. المرسل بيرسل شعاع إلى المستقبل، فلو في أي حاجة قطعت هذا الشعاع بيتغير وضع نقاط التلامس وتقلب وضعها، إذا هي نورمالي كلوزد بتبقى أوبن، وإذا هي نورمالي أوبن بتقلب وتبقى كلوزد. وده مثال زي الصورة كده، ما هو واضح معانا. ده سير بيمشي والمكنة دي بتنزل تحط غطيان على الأزايز اللي بتمر. فدلوقتي أول ما الإزازة بتيجي تقطع الشعاع ده من المرسل للمستقبل، الإزازة تروح تقف، السير ده اللي بيمشيها يروح يقف. يقف ليه؟ علشان الجهاز ده ينزل ويحط الغطاء على الإزازة، وهكذا يروح يرجع السير يمشي، أول بعد ما يحط الغطاء السير يمشي يروح يجيب الإزازة دي هنا، أول ما الإزازة تيجي هنا تقطع الشعاع ده يروح السير يقف، والمكنة دي تنزل تحط الغطاء على الإزازة، وهكذا. وبكده انا قدرت اتحكم طبعا في مصنع كل السيور دي، كل السيور اللي في المصانع بتمشي من خلال السنسورز، سواء النوع ده او غيره، هي اللي بتتحكم عامة في حركة المصانع. طيب هنا معانا مثال للسنسور الكهروضوئي اهو معانا، ده الجهاز الكهروضوئي والشعاع اللي بيمشي بين المرسل والمستقبل، علشان هنا يتأكد ان الورق ده تمام ومفهوش اي فجوة. فاهو اول ما لقى فجوة على طول او قطع في الورقة على طول ادى اشارة انذار عشان يعلم، يخلي الفني او العامل يعرف ان في مشكلة في الورقة دي فيتم اصلاحها. وفي مثال تاني انه ممكن يستخدم في عد الكراتين، كل ما كرتونة تقطع الشعاع ده يعد 1 2 3، وفي نفس الوقت يتم لزق الورقة دي على الكرتونة من الجانب ده. ودي بعض التطبيقات اللي بيستخدم فيها الليزر الكهروضوئي. رابع نوع معانا هو مجس الازدواج الحراري السيرمو كابل. طيب ده بيكون مجس بيستخدم لقياس درجة الحرارة. المجس ده بيحتوي على معدنين مختلفين في معامل التمدد بينهم، بيحول الطاقة الحرارية إلى كهربية فنقدر نقيس درجة الحرارة. طب إزاي الكلام ده؟ دلوقتي لما بيتصل المعدنين مختلفين مع بعض في عامل التمدد الطولي، بيتولد بينهم فرق جهد على أطراف السنسور. طيب إزاي إحنا بنوصلهم؟ بنوصل بداياتهم ببعض ونهاياتهم ببعض. نجيب بدايتهم ونحطها في منطقة باردة، والنهايات بنحطها في المكان في المنطقة اللي إحنا عايزين نقيس درجة حرارتها. طيب إيه اللي هيحصل بقى؟ بيتولد فولت، الفولت ده بيتناسب مع فرق درجة الحرارة بينهم، بين المنطقة الباردة والمنطقة اللي أنا عاوز أقيس درجة حرارتها. تعالوا نشوف بالظبط إيه اللي بيحصل. أهو الشكل معانا ده بيوضح إيه اللي بيتعمل في الحقيقة. آدي المنطقة الباردة، وآدي المنطقة اللي احنا عاوزين نقيس درجة حرارتها. آدي البدايات موصلينها هنا، وآدي النهايات موصلينها هنا، بعد ما ربطناهم ببعض وصلنا البدايات هنا والنهايات هنا. فطالما في فرق في معامل التمدد الطولي بينهم على طول، هيتكون فرق جهد
بينهم. طيب ماشي، تكون فرق جهد بينهم برضو. ازاي هقيس درجة الحرارة بتاعة تي واحد دي اللي انا اصلا عاوز اقيسها؟ اهو من خلال العلاقة دي، الفي بتتناسب مع طرح درجات الحرارة تي واحد ناقص تي اتنين. طيب انا تي اتنين دي اصلا درجة الحرارة الباردة دي اللي انا اصلا معايا، انا عاوز دي، فانا دي اصلا معايا تي اتنين، ومعايا الجهد ده طبعا هيظهر معايا. طيب وبكده انا اقدر اجيب تي واحد من خلال العلاقة دي، لان الاس طبعا ده بيبقى كونستانت، وتي اتنين معانا وفي اتنين معانا، وبكده نقدر اقيس درجة حرارة سائل انا عاوزاه. خامس نوع معانا هو مفتاح الطفو او العوامة الكهربائية float switch، وده مفتاح بيتحكم في مستوى السائل، وهو ده بقى اللي احنا هنستخدمه في التطبيق اللي احنا قلناه في اول المحاضرة في الخزان، ان انا عايز في مستوى معين اتحكم في شيء معين، ان موتور يقف، حاجه تشتغل، حاجه تقف كده. فعند وصول السائل الى المستوى المحدد ليه بيتغير وضع نقاط التلامس، من نورمالي كلوز تبقى اوبن، او من نورمالي اوبن تبقى كلوزد. طيب ازاي ده بيحصل؟ ايه اهو ده مكان عايزين نملاه بالميه، فأول المية هتفضل تملى تملى لغاية ما تطلع لغاية المستوى اللي أنا عاوز أوقفه. فأول ما أوقفه بقى، السنسور ده بيشتغل إزاي؟ أهو من جوه السنسور ده شكله، السنسور من جوه البلية دي أول ما بتطفو كده بتروح تنزل تغير وضع الريشة، إذا closed تبقى open، وإذا open تبقى closed. وبكده انا قدرت اتحكم في دايرة كهربائية من خلال السنسور، ان انا اقدر ادخلها في تطبيق عايز اشغله او عاوز اطفيه، اتحكم في ان انا اطفي موتور او اشغله. يعني انا دلوقتي اول ما السنسور ده حس ونزل وغير وضع التماس بتاعه، المفروض البامب او الحنفية اللي بتملى المجرى دي خلاص وقفت هتقف. فاول ما السنسور ده بيحس بيدي اوردر ان البامب او الحنفية اللي بتملى الفجوه دي ان هي تقف عند حد معين، عند مستوى معين انا قدرت اوقف الميه. سادس نوع معانا هو مفتاح التدفق او الفلو سويتش، ده مفتاح بيستشعر مرور السوائل. يعني عند مرور السائل بيستشعر الحساس حركة السائل، يعني هو بيستشعر الحركة، فأول ما يستشعر حركة السائل بيغير وضع نقاط التلامس بتاعته، إذا نورمالي أوبن بتقلب وتبقى كلوزد، أو نورمالي كلوزد بتقلب وبتبقى أوبن. طيب معانا مثال الموتور، موتور المية اللي عندنا في البيت اللي بيسحب مية، اللي بيدخل مية، ده قبل ما يسحب مية المفروض بيتأكد ان في سائل بيمر فيه ولا لا، علشان الموتور ما يتحرقش. وفي الحالة دي بنستخدم النوع ده من السنسورز، وهو الفلو سويتش. طيب ما هو هنا ده مثال بيوضح ان هو في الوضع الطبيعي هو نورمالي كلوزد، اول ما هيمر فيه المية على طول هيقلب ويبقى اوبن. طيب كده احنا نرجع بقى لمثالنا اللي احنا بدأنا بيه المحاضرة النهاردة، وهو خزان المية. فاحنا عايزين بقى نرسم الدايرة بتاعته، عايزين نرسم دايرة بحيث ان اللي بيملى الخزان ده مضخة مية من خلال موتور 3 فيز. الدايرة دي بتحتوي أول حاجة طبعا على فيوزات الحماية، F1 لحماية دايرة القوة، وF2 لحماية دايرة التحكم، تاني حاجة مفتاح الطارئ، تالت حاجة بوش بوتون، S1 تشغيل، S2 إيقاف، وعايزين حساس بقى مفتاح الطفو ده اللي أول ما هيحس بإن الخزان ملى هيخلي الموتور يقف، سادس حاجة الكونتاكتور. طيب أهي الدايرة بتاعتنا
بس دي الدايرة بقى ايه من غير ما احط فيها السنسور، دي الدايرة العادية اللي انا بتحكم فيها بان انا اشغل الموتور واطفي موتور البامب اللي هيملالي الخزان، شغله ويطفيه. فاول حاجة طبعا بنرسمها، بنيجي في دايرة التحكم بنرسم الحماية فيوز والأوفرلود والطوارئ، وبنيجي بنرسم في دايرة القوة بنرسم الفيوز، وبعد كده بنرسم الأوفرلود لحماية الموتور وهو الحمل بتاعي. ادي رسمت الموتور، بعد كده برسم العادي جدا زي ما انا متعود، ستوب نورمالي كلوزد ستارت، وبعد كده عامل لاتشنج من الكونتاكتور، اهو عامل لاتشنج علشان تعمل لنفسها سيلف هولدنج او يفضل الكونتاكتور محافظ على وضعه ويفضل شغال بعد ما اشيل ايدي من الستارت. طيب ده عادي، دايرة عادية بتحكم فيها في تشغيل وطفي الموتور. طيب انا عايز احط السنسور، احطه فين؟ واحطه نورمالي كلوزد ولا نورمالي اوبن؟ انا دلوقتي عاوز السنسور ده طول ما هو السنسور ده هيكون فوق في الخزان، عايزه اول ما تلمسه المية يروح يفتح الدايرة. يعني انا عايزه في الوضع العادي والخزان بيملى عادي، في الوضع الطبيعي بيملى ولسه المية ما وصلتش لفوق يبقى الدايرة شغالة. طالما انا عايز حاجة في وضعها الطبيعي من غير ما تحس بحاجة تكون مشغلة الدايرة، يبقى انا عايزها نورمالي كلوزد زي ستوب، من غير ما بيحصل اي تغيير في الستوب ده بيفضل نورمالي كلوزد، بيفضل مشغل الدايرة. طيب فانا دلوقتي عاوز السنسور ده يكون في وضعه الطبيعي من غير ما تلمسه مية، عايزه يكون قافل الدايرة، يعني أنا عايزه normally closed. طيب يبقى أنا هاخد المفتاح ده normally closed، وطبعا هحطه على التوالي مع الكونتاكتور، بحيث طول ما هو في الموتور شغال والخزان بيملى والسنسور ده مش حاسس هيفضل normally closed، وهتفضل الدايرة شغالة والدايرة واصلة والموتور شغال. اول ما يحصل ان السنسور ده تلمسه المية هيفتح ويبقى open. اول ما تلمسه المية قلنا بيقلب نقاط التلامس وضعها، فبدل ما هي closed هتبقى open، وبكده هيتفتح مسار الدايرة ويقف الموتور عرمل عن انه يملى مية تانية، وبكده اكون حققت غرضي من الدايرة. طيب تعالوا نحل شيت السنسور. اول حاجة هنا بيقولك الحساسات وconversion into، بتحول من الى، اول حاجة بتحول من كميات غير كهربية زي ما قلنا او فيزيائية الى كميات كهربية. طب ايه امثلة الكميات الغير كهربية دي؟ حرارة، ضغط، مستوى ملء، رطوبة، مسافة. طيب بتحولها لإيه؟ لجهد أو تيار. وبكده نكون خلصنا السنسورز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.